كنت حابة ان انا اخش مجال الاعلام، وحاولت قوي ان انا اخش في قسم في الكلية، لكن لقيت عائق انه هما بيستعملوا التصوير بشكل كبير قوي. قعدت بقى ادور على حلول وادور على طرق عشان اخش المجال ده، لحد ما عرفت موضوع التصوير، وعرفت ان في مبادرة عاملها استاذ خالد فريد اسمها قد التحدي. دخلت المبادرة واتكلمت معاه وبدأت اصور وتعلمت الموضوع. في الاول بمسك ايده وبعرف طوله، وبعرف يعني اللي قدامي تخين رفيع، وبعرف الاول هرجع مسافة قد ايه، وبعدين ببدأ اتكلم مع اللي قدامي عشان اعرف انا هاخد الصورة ازاي. ممكن يبقى هو مثلا باصص يمين باصص شمال، فانا اقول له مثلا طب اظبط اقف كويس، طب بص ناحيتي، طب يعني لا ممكن مثلا في ناس احيانا بتبقى عوجة رقبتها وصوتها بيبان ان هي عوجة رقبتها، فاقول لهم طب اعدل رقبتك او كده. في ناس بتبقى بعد ما بتتصور بتلاقيها حابه تشوف صورها بعد كده وحابه تتواصل. في منهم ناس دلوقتي عندي على الفيسبوك واصدقاء وبنتكلم وبيتفاعلوا معايا على كل حاجة بنزلها، ويعني الدنيا حلوة جميلة. أنا حابة أقول للناس كلها بالذات الشباب، بلاش تقف وتحط مشاكلك وتقول أنا فاشل أنا منفعش أنا البلد وحشة. لا، بلاش تعلق أن أنت مش لاقي نفسك أو أن أنت مش عارف أنت عايز إيه. بلاش تحط حاجات تانية وتقول أن هي دي شماعة للفشل اللي عندك او المشاكل اللي عندك. حاول تقرا، حاول تثقف نفسك، حاول تعرف كتير، حاول تدور على كل حاجه وتقرا في كل حاجه لحد ما تلاقي نفسك وتحس ان انت لقيت نفسك في نقطه معينه او في مجال معين. بلاش توقف نفسك على حاجه معينه وتقول لا انا خلاص ما عملتش دي يبقى مش هعمل. لا بالعكس، خد كورسات في الحاجه اللي انت حاببها، خد كورسات في كل حاجه عشان تبدا تقرر ايه الصح وايه الغلط في ده.